بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما إنك أنت السميع العليم، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم آمين. حياكن الله صغيراتي مع مادة لغتي الجميلة للصف الرابع الابتدائي. سنتناول إن شاء الله في هذه الشروح الموجودة معنا التواصل الكتابي بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك سننتقل إلى اختبار نهاية الوحدة. نبدأ سويا صغيراتي مع أول درس. إذا تعرفنا فيما مضى على أن التواصل اللغوي في اللغة العربية ينقسم إلى قسمين: تواصل شفهي وانتهينا منه الأسبوع الماضي، ثم بعد ذلك التواصل الكتابي. انتهينا أيضا من كتابة قصة من مشاهد معروضة. درسنا اليوم الدرس الثاني من التواصل الكتابي بعنوان بناء فقرتين. كيف تكتبين صغيرتي فقرتين؟ إذا الهدف بإذن الله تعالى أن أكتب في فقرتين وأتبع التعليمات التي أحتاجها لإتقان هذه الكتابة. إذا سنكتب في موضوعين. الموضوع الأول كما ترين صغيرتي، أكتب عن ألم في أضراسي اشتد علي في إحدى الليالي، فاصطح بني أبي إلى الطبيب الذي عالجني، ثم بين لي أهمية الأسنان ونصحني بالمحافظة عليها مبينا لي طرائق الوقاية. إذا هذا أول موضوع سنكتب عنه صغيراتي. إذا هنا مجموعة من التعليمات ساتقيد بها. أولا أكتب في فقرتين. إذا حضري دفترك صغيرتي. الفقرة هي عبارة عن مجموعة من الجمل، نتذكر جملة تلو أخرى تكون لي فقرة. إذا أكتب في فقرتين، أكتب أو أترك فراغا بداية الفقرة، أترك فراغا، إذا سنترك مسافة كلمة. أضع علامات الترقيم المناسبة في أماكنها. نستذكر سوي علامات الترقيم، أحسنتم، النقطة تأتي في نهاية الجمل، وكذلك نعم الفاصلة بين الجمل، نقطتان رأسيتان رائعات تأتي بعد القول وبعد مثل أحسنتن. علامة التعجب في الجمل أحسنتن، أو في أسلوب التعجب. أيضا علامة الاستفهام في الجمل الاستفهامية. أيضا أحسنتن الشرطتان في الجمل الاعتراضية. ولك أن تعودي في بداية الكتاب ستجدين علامات الترقيم قد عرضت لك. أيضا أستخدم أدوات الربط. إذا سأربط بين الجمل الصغيرات باستخدام أو والفاء وثم والواو. أكتب الكلمات كتابة صحيحة. إذا احرصي على أن تكتبي كلماتك كتابة صحيحة. استعيني بالآتي. هناك مجموعة من التوجيهات والملحوظات لك أن تستعيني بها في كتابة موضوعك. أيضا هناك مجموعة من الأسئلة ستفيدك في إثراء الموضوع. أصف شدة الألم الذي أشعر به. ابدأ بوصفه كيف كان، خفيفا شديدا. أعبر عما فعلت للتخفيف من الألم. ماذا فعلت؟ هل تناولت مسكنا أو وضعت كمادة؟ ماذا فعلت؟ أعبر عن حالة أسرتي وما قدمته لي من مساعدة. أصف عيادة الطبيب واستقباله لي. أتحدث عن كيفية علاجي. أذكر توجيهاته لي عن أهمية الأسنان وكيفية المحافظة عليها. أختم الموضوع بذكر ما فعلته بعد مغادرة عيادة الطبيب. إذا هذه التوجيهات استعيني بها. هناك مجموعة من الأسئلة أيضا صغيرتي لك أن تستعيني بها. متى شعرت بالألم؟ هل ارتفعت درجة الحرارة؟ هل تورم الخد؟ متى أخذك أبوك إلى الطبيب؟ كيف وجدتما قاعات الانتظار؟ وكيف استقبلك الطبيب؟ هل أحسست بألم أثناء خلع الضرس؟
ماذا فعلت عند مغادرتك عيادة الطبيب؟ إذا هذه الأسئلة كلها صغيرتي، لك أن تجيبي عنها بالطريقة التي تناسبك بحيث تساعدك في إثراء الموضوع. إذا المطلوب أقرأ في كتب أو مجلات أو قصص لها علاقة بالموضوع. إذا ستقرأين صغيرتي، ستقرأين ثم بعد ذلك تبدأين في الكتابة، ولا ننسى التعليمات التي سبق وأن تعرفنا عليها. إذا حضري دفترك، دفتر الإملاء أو دفتر اللغة العربية، لك ما شئت في مسماه. جملي صفحتك باستخدامك للأقلام المناسبة والألوان الزاهية، ثم اتبعي التعليمات. إذا هذا هو نموذج أمامك الآن. في إحدى الليالي، انظري هنا ترك مسافة كلمة. في إحدى الليالي اشتد علي ألم الضرس. أنت لك أن تحددي اليوم، إن أردت أن تكتبي في يوم الخميس، في الليل، في الصباح، اكتبي ما شئت. وارتفعت حرارتي وتورم خدي، وفي الصباح أخذني أبي إلى الطبيب، وكانت القاعة مزدحمة. فلما جاء دوري في الدخول رحب بي الطبيب مبتسما وخلع ضرسي، وشعرت بألم واستمعت لتوجيهات الطبيب ثم شكرته وانصرفنا. أنت صغيرتي اكتبي في فقرتين، هنا فقرة واحدة فقط، اكتبي في فقرتين بالطريقة المناسبة، ولا تنسي اتباع التعليمات. أنا من هذا المنبر أوجه لك نصيحة بالمحافظة على أسنانك كي لا تقعي في مثل ما وقع إليه كاتبنا هنا. إذا احرصي على استخدام الفرشاة والمعجون، ولنا أن نستخدم السواك كما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرضاة للرب ومطهرة للدم. ولك أن تزوري الطبيب كل فترة وأخرى لتفحصي أسنانك. ننتقل للموضوع التالي. تغييراتي. الموضوع الثاني، تأمل الصورة الموجودة، ماذا ترين؟ أحسنتم، البعوضة. نعم، إذن سنكتب عنها. من الحشرات الضارة البعوضة، وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم في الآية 26 من سورة البقرة. أكتب في دفتري عن هذه الحشرة في حدود فقرتين مع الاسترشاد بالعناصر الآتية: 1- الاستهلال بآية قرآنية تدل على أن مخلوقات الله جميعها من أصغرها حتى أكبرها هي آية دالة على قدرة الله وعظمته، وإن بدت صغيرة فقد أودع الله فيها من آياته وقدرته ما تعجز عنه العقول. إذن سنكتب عن هذه الحشرة، نبدأ بآية قرآنية، ثم بعد ذلك مكونات جسم بعوضة وعنها الأمراض التي تنقلها البعوضة وسائل مكافحة البعوض. إذن صغيرتي كيف أكتب الموضوع؟ أجمع المعلومات المناسبة. إذن اجمع المعلومات ثم نظميها. استفيد من الألفاظ والجمل الواردة في نص ناقل الأمراض. تستعودين إلى هذا النص في بداية الوحدة. أكتب في فقرتين، أترك فراغا في بداية الفقرة، أكتب الكلمات كتابة صحيحة، أستخدم أدوات الربط المناسبة كما ذكرناها، وهي الواو وأو وثم والفاء. أضع علامات الترقيم المناسبة في أماكنها. من أين أحصل على هذه المعلومات؟ الآن تبدأنا بالتساؤل. معلمتي، من أين لنا معلومات عن البعوضة؟ أنا أرشدك هنا. 1- من معلم مادة العلوم، لك أن تعودي إليه إلى معلمتك كي تفيدك عن هذه الحشرة. ومن موسوعة تتحدث عن الحشرات، ابحثي في الموسوعات صغيرتي. من كتب أو مجلات أو قصص لها علاقة بالموضوع، أيضا لك أن تبحثي
في الكتب، في المجلات، في القصص، وكذلك من طبيب الحي أو المدرسة، وكذلك من البحث في الشبكة العالمية وفي الإنترنت. إذن لك أن تعودي إلى هذه المراجع واستفيدي منها في إثراء موضوعك. هنا صغيرتي نموذج محلول. إذن أقول نترك مسافة كلمة في الدفتر. قال الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. انظري هنا علامة الترقيم التي وضعت، الأقواس. البعوضة من مخلوقات الله التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، ولا ننسى أن نضع الفاصلة، وهي من أنواع الحشرات الضارة، ويتكون جسم البعوضة من الرأس الذي يوجد به عينان وقرناء استشعار، ثم الصدر الذي يحمل أرجل، ثم البطن ويوجد به الجهاز التنفسي. وتنقل البعوضة العديد من الأمراض مثل التهاب الدماغ، فيروس غرب النيل، والملاريا، والحمى الصفراء، وحمى الضنك، وفيروس زيكا. لذا يجب علينا الوقاية من هذه الأمراض بالتجنب من الخروج إن أمكن، أو التأكد من وضع طارد البعوض واستخدام المبيدة الحشري. أنت صغيرتي اكتبي في هذه أو في عن هذه الحشرة في دفترك بالطريقة المناسبة لك، ولا تنسي التعليمات واستفيدي من الأسئلة الموجودة. إذا إلى هنا صغيراتي وصلنا إلى ختام التواصل الكتابي مع هذا الموضوع، ووصلنا إلى ختام وحدتنا. أتمنى منكم أن تكون أتقنتن المهارات الواجب علي إتقانها في هذه الوحدة. بارك الله فيكن. نتأكد الآن من إتقانك لتلك المهارات مع اختبار الوحدة الأولى. إذن صغيرتي، هنا في الاختبار أمامك نص بعنوان الأرنب الذكي، اقرأيه قراءة جيدة واستمتعي بقراءته للإجابة عن الأسئلة الآن. الأرنب الذكي. يحكى أن أسداً كان في أرض كثيرة الأمطار والعشب، وكانت الحيوانات في تلك الأرض تعيش في رخاء، حيث المياه وفيرة والأرض مخضرة، إلا أنه لم يكن ينفعها ذلك لخوفها من الأسد، فقالت له: إنك لتصيب منا الدابة بعد الجهد والتعب، وقد رأينا لك رأيا فيه صلاح أمرنا وأمرك، فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا فلك علينا في كل يوم دابة نرسل بها إليك في وقت غدائك. فرضي الأسد بذلك وصالح الحيوانات عليه ووفينا له به. ثم أصابت القرعة ذات يوم أرنبا وصارت غداء الأسد، فقالت للحيوانات: إني لأرجو أن أريحكن من الأسد. فتعجبت الحيوانات وقلت: كيف السبيل إلى ذلك؟ نخشى أن يعود بطشه ونعود إلى فزعنا. فطمأنت الحيوانات وقالت: اتركنا الأمر لي. انطلقت الأرنب في وقت غداء الأسد متباطئة، ثم تقدمت إليه وحدها رويدا، وكان قد جاء غضب من تأخرها، وقام من مكانه وقال: من أين أقبلت؟ قالت: أنا رسول الحيوانات إليه، ومعي أرنب لك، فتبعني أسد في بعض تلك الطريق فأخذها مني. وقال: أنا أولى بهذه الأرض. فقلت له: هذا غداء الملك فلا تغضبنه، فسبك وشتمك. غضب الأسد وقال: انطلقي معي
فأريني موضع هذا الأسد. فانطلقت الأرنب إلى جب فيه ماء عامر صافٍ، طلعت فيه وقالت: هذا المكان. طلع الأسد فرأى ظله وظل الأرنب في الماء، فلم يشك في قولها ووثب إليه ليقاتله، فغرق في الجب وانقلبت الأرنب بسلام. إذا هذه الحكاية الرائعة من كتاب كليلة ودمنة لابن المقفع بتصرف أي، يعني مقتطع من هذه القصة. الجب صغيراتي يقصد به هنا البئر، وقد ورد ذكره في سورة يوسف عليه السلام مع إخوته حينما ألقوه في الجب ليتخلصوا منه. إذا نبدأ الآن بالأنشطة للتأكد من سلامة فهمي لما سبق. أقرأ القصة السابقة باستمتاع وتركيز، إذا استمتعي صغيرتي أثناء القراءة كما استمتعت أنا قبل قليل. ثم أجيب عن الآتي: أولاً أختار الإجابة الصحيحة. واحد: عدد أسماء الحيوانات التي وردت في القصة. ها صغيراتي أحسنتن. اثنان: الفصل الذي ذكر فيه القصة. أي فصل؟ رائعات، الشتاء. عذراً، ننتبه، أحسنتن، الربيع، عندما قال: الأرض مخضرة والأمطار وفيرة. نعم، وثب تعني، رائعات، قفز. الكلمة المختلفة هي، تأملي هنا مجموعة من الكلمات بينها كلمة مختلفة. ممتاز، أمطار فهي جمع وبقية الكلمات هنا مفرد. ليست اسما، أحسنتن. من هنا حرف والبقية أسماء. ضد كلمة خوف، ضد كلمة خوف. نعم، أمن. بارك الله فيكن صغيراتي. إذا ننتقل للنشاط التالي. أجيب وفق المطلوب بين الأقواس. واحد: لم يشك في قولها. أحول الجملة المنفية إلى جملة مثبتة. ها صغيراتي، كيف أقوم بتحويلها؟ أحسنتن. نحذف الأداة. نعم، أداة النفي. إذا تصبح شك في قولها. نعم. اثنان: المياه وفيرة. أسمي ركني الجملة الاسمية وأضبطهما بالشكل الصحيح. نتذكر صغيراتي أن الجملة الاسمية تتكون من ماذا؟ رائعات، مبتدأ وخبر. أين المبتدأ هنا؟ ممتاز، المياه مبتدأ ونضع عليه أحسنتم الضمة، والخبر كلمة وفيرة، رائعات. حسنا، غضب الأسد. أحول الجملة المثبتة إلى جملة منفية. حوليها صغيرتي. بارك الله فيك، لم يغضب الأسد. نعم، الأرنب أليف والأسد، أضع في الفراغ خبرا مناسبا ثم أضبطه. أحسنتم، شرس، قوي، شجاع. حسنا، فراغ، واسعة، أضع في الفراغ مبتدأ مناسب. أحسنتي، الأرض واسعة، المدرسة واسعة، الغابة واسعة، الحديقة واسعة، رائعان. حسنا صغيراتي، الأرض مخضرة. أعرب الجملة التالية إعرابا تاما. في الإعراب صغيرتي نتنبه إلى أن الكلمة بدأت باسم أم فعل، ثم بعد ذلك نتنبه للعلامات. أحسنتم، الأرض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممتاز، مخضرة، رائعات، خبر مرفوع وعلامة رفعه أحسنتم الضمة الظاهرة على آخره. بارك الله فيكن صغيرات. ننتقل للتالي. حسنا،
أعود إلى النص السابق، نص الأرنب والأسد، وأستخرج منه ما يأتي. إذا عودي صغيرتي، استخرجي من النص همزة وصل وهمزة قطع وكلمة حذفت الألف من وسطها. إذا هنا نسترجع ما أخذناه صغيراتي في الظاهرة الإملائية، أنواع الهمزات، همزة الوصل والقطع، ونتذكر كلمات حذفت الألف من وسطها. أحسنتم، الأرنب همزة وصل، نعم. أسد، همزة قطع. الغابة، نعم، همزة وصل. الأمطار، أحسنتن، همزة وصل. أحسنتم، أرض، همزة قطع. طيب كلمة حذفت الألف من وسطها، أحسنتن، هذا، لكن، رائعات، هنا تنطق الألف ولكن دون أن تكتب. حسنا صغيراتي، صنف الكلمات الآتية بحسب نوعها، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ أرض، قالت، غذاء، العشب، في، إلى، انطلقت، من، غضب. نبدأ بالأسماء، أحسنتن، أرض، وغذاء، والعشب. طيب الأفعال، قالت، أحسنتن، انطلقت، غضب. بارك الله فيكم. تبقى لنا الأحرف، نعم، في، إلى، من. رائعات. إذن هذه وأقسام الكلام، الاسم والفعل والحرف. إذا صغيرتي، هنا ضعي علامة صح أمام الأفكار الرئيسة التي وردت في النص. خوف حيوانات الغابة وانزعاجها من الأسد، هل ورد ذلك؟ نعم، إذا نضع علامة صح. الاتفاق الذي تم بين الأسد وحيوانات الغابة، أحسنتم، نضع علامة صح. هطول أمطار غزيرة وهروب الحيوانات، أحسنتم، نتركها، لم ترد. الحيلة التي فكرت بها الأرنب للتخلص من أذى الأسد، رائعات، نتركها، لم ترد. هجوم نعم، هنا وردت، نضع علامة صح، عذرا. هجوم الذئب على قطيع الأغنام، أحسنتن، نتركها لأنها لم ترد. نجاة الأرنب ونجاح حيلتها، بارك الله فيكن، وردت. إذا صغيرتي، تخيل الحوار الذي سيدور بين الأرنب والحيوانات حين تعود إلى الغابة وأكتبه. إذا الآن تخيل الحوار واكتبيه. وانطلقت الأرنب مسرعة نحو الغابة، تقابلتها مجموعة من الحيوانات ودار بينهما الحوار. أنت لك أن تكتبي ما شئت، اسرحي بخيالك وأبدعي في كتاباتك. هنا نموذج محلول الحيوانات، لقد عدت، كيف استطعت النجاة من الأسد؟ الأرنب، لقد تحليت بالشجاعة وفكرت بخطة ذكية للتخلص منه. الحيوانات، حقا أنت مذهلة وشجاعة، لكن كيف استطعت التغلب عليه؟ الحيوانات أو الأرنب، قصصت عليه قصة وهمية فصدقها، ثم ذهبت به إلى البر، وهناك استطعت التخلص منه. إذا صغيرتي، أنت لك أن تتخيلي الحوار وتبدعي فيه كيفما شئت، بارك الله فيك. ننتقل إلى آخر نشاط معنا في درسنا لهذا اليوم، وبذلك نغلق الوحدة بأكملها. أكتب ما يملى علي. إذا صغيرتي، حضري قلمك، اتركي مسافة كلمة، اكتبي الكلمات كتابة صحيحة، ميزي بين همزة الوصل وهمزة القطع، ثم بعد ذلك احرصي على علامات الترقيم. معي يا رابع، نبدأ. التصحر، التصحر، يؤثر، على، البيئة. كرر. التصحر، يؤثر، على، البيئة، تأثيرا، تأثيرا، خطيرا، على،
الحالة الاقتصادية للدول، على أكرر، على الحالة الاقتصادية للدول، فاصلة منقوطة، بسبب تمدد الصحاري على أراضيها. كرر، بسبب تمدد الصحاري على أراضيها، وذلك يؤدي إلى قلة المحاصيل الزراعية، فاصلة، وتزايد أسعارها، نقطة. إذن انتبهي لكتابة الكلمات صغيراتي، لك أن تتحققي من إملائك إن كان صائبا أم خاطئا بالعودة إلى صفحة 39 من الكتاب، تجدين الفقرة عن التصحح، لك أن تصوبي هنا وتصححي لنفسك أخطائك صغيرتي. إذا إلى هنا وصلنا إلى ختام درسنا ووحدتنا بأتمها، الوحدة الأولى. أتمنى منك صغيرتي أن تكوني استفدتي مما تعلمت فيها، وأن تكوني أتقنت المهارات السابقة. شكرا لك لحسن الاستماع والإنصات. إذا أستودعكن الله مع دروس أخرى. إلى ذلك الحين دمتن.